زي ما قلت لحضراتكم في الصحف، في بعض الصحف المغربيه اتكلموا عن انه من الممكن ان يتم نقل مباراه نهائي دوري الابطال من المغرب الى الكاميرون او الى دوله اخرى. خلينا نروح لصاحب الخبر ونساله عن هذا الخبر وما مدى مصداقية هذا الخبر، الأستاذ حمزة شتاوي من موقع أحد المواقع الكبيرة في المغرب هي سبورت. خلينا نشوف الأستاذ حمزة هيقول لنا. أستاذ حمزة إزاي حضرتك يا فندم؟ مساء النور زميلي إسلام، مساء النور لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي. أهلا بيك. يعني النهارده حضرتك عملت خبر مهم جدا، هل الخبر ده او ما مدى صحة هذا الخبر بنقل مباراة دوري ابطال نهائي دوري ابطال افريقيا من المغرب الى خارج المغرب؟ اكيد زميلي اسلام، اليوم يعني بناء على العديد من المعطيات وكذلك البناء على مصادر مقربة من كواليس لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، لان الخبر كان قبل ايام هناك تضارب في الانباء، هل المغرب سينظم نهائي دوري ابطال افريقيا كما هو مقرر حتى الان بين الاهلي المصري وكايزر شيفس الجنوب افريقي؟ تضاربت انباء ربما بمغادره الوداد وحاله الطوارئ الصحيه التي تعيشها المملكه المغربيه، قد يتم نقل المباراه خارج المغرب. فبذلك حاولت التواصل مع بعض المصادر المقربه من لجنه المسابقات بالكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فاكيد حسب هذه المصادر انه هذه اللجنه تتجه الى مناقشه هذا الموضوع خلال الاسبوع الجاري، لانه نعلم انه في دور النصف النهائي الجهاز الوصي على الكره الافريقيه الكاف رخص بحضور 5000 مناصر لمباريات النصف النهائي، وظلت الحكومات المحليه هي التي يعني الكره في ملعبها. توافق في تونس حد. نعم تفضل. بقول لك توافق او لا توافق على وجود الجمهور يعني في ارض الملعب؟ تفضل يا فندم. اكيد، ففي المغرب هناك صرامه كبيره وكبيره جدا في التعامل مع هذا الموضوع، فبذلك السلطات المغربيه فحتى الاعلام لا يدخل بشكل عادي، فحتى السلطه الرابعه لا زالت لم تعود الى الملاعب ملاعب كره القدم، هناك تعامل صارم من الحكومه المغربيه مع هذا الموضوع، فبذلك الاتحاد او الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم وجماهير الاهلي وجماهير كايزر شيفس لديهم رغبه كبيره في الحضور لهذه المباراه، كل هذه العوامل ربما قد تجعل لجنه المسابقات تعيد النظر وربما سيتم ترحيل هذا النهائي الى بلد اخر. هناك دول الكاميرونيه التي احتضنت نهائي الشان الاخير، كذلك هذا الملعب مرشح بقوه لاحتضان هذه المباراه، وهناك ملاعب اخرى، لكن الصميم في الخبر والاساس في الخبر هو انه هنا في المغرب السلطات او الاتحاد المغربي فهناك تشبث بتنظيم هذه المباراه بدون حضور جماهيري. ما انا لسه كنت هسال حضرتك هذا السؤال، هل السلطات المغربيه او الاتحاد المغربي متشبث حتى الان بان المباراه تقام بناء على قرار الاتحاد الافريقي في المغرب، ولا لان الوداد خرج وبالتالي الاتحاد المغربي مش ماسك في الموضوع قوي؟ اكيد هو شوف الاتحاد المغربي لما اعطيه يعني تسلم شرف تنظيم هذا النهائي الكبير، فهو تسلم هذا الشرف من دون يعني النظر لهل الوداد سيكون طرف النهائي ام لا. ان كان الوداد طرف النهائي فهو كان سيكون عامل ايجابي للكره المغربيه طبعا وللوداد الرياضي. نعلم انه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تقوم بعمل كبير على المستوى الافريقي على مستوى الكره الافريقيه، فبذلك شرف كبير ان ينظم هذا النهائي هنا. فاقول انه بعض الاخبار وبعض المصادر المقربة تقول أن الاتحاد المغربي يريد تنظيم هذه المباراة، وإلى حدود اللحظة التي نتحدث فيها الآن المباراة لا زالت في المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، الملعب جاهز، المركب جيد، احتضن مباريات كبيرة، المغرب بلد المسابقات الكبرى يا إسلام، فهذه كل هذه العوامل موجودة، لكن ربما الرغبة القوية لجماهير الأهلي في الحضور، أنا شخصيا عدد كبير من جماهير الأهلي تتصل، هل الملعب سيكون، هل المباراة ستكون في المركب الرياضي محمد الخامس أم يتم نقلها؟ نريد الحضور إلى الملعب، فكل هذه العوامل قد تجعل لجنة المسابقات تعيد النظر وبالتالي ترحيل المباراة إلى بلد آخر في حال لم توافق السلطات المحلية هنا على حضور الجماهير. المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي عنده أعتقد اجتماع يوم 14 و15 في المغرب، هل ده من الممكن أن يكون له تأثير بمعنى أن من الممكن أن يتم تأجيل هذا الأمر لغاية اجتماع المجلس التنفيذي، ولا هيتم اتخاذ القرار خلال هذا الأسبوع؟
اعتقد انه هذا الاسبوع سيكون حاسم، لانه الانديه كذلك من حقها ان تعلم بشكل مبكر اين ستلعب المباراه من اجل الترتيبات الخاصه باللقاء، من اجل كذلك اعداد العده والمتعلقه بالامور اللوجستيكيه والامور التنظيميه. فبذلك اعتقد انه هذا الاسبوع سيكون حاسم في اتخاذ هذا القرار بالتنسيق بين الكونفدراليه الافريقيه وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، لان هي الطرف ربما الطرف في الموضوع، لان المباراه هي حتى الان ستلعب في المغرب، وبان تمتثل كذلك يمتثل الطرفي النهائي لعدم حضور الجماهير، لكن ربما تاتي رغبه قويه من الاهلي، من كايزر شيف، من الاتحاد الافريقي، وبذلك الجامعه الملكيه المغربيه توافق على ترحيل هذه المباراه، لكن حتى الان ما هو رسمي اخوي الاسلام، لانه يعني الرسمي ليس هو المصادر المتضاربه بين السنين والاخرى، الرسمي هو ان المباراه المركب الرياضي محمد الخامس، وأن لجنة المسابقات التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستناقش هذا الموضوع هذا الأسبوع في الكواليس أو بشكل رسمي لا أعلم، لكن سيناقش الموضوع، وهذا الأسبوع سيكون حاسم في تحديد الملعب الذي سيحتضن هذه المباراة. وبالمناسبة كمغاربة نتمنى كل التوفيق للأهلي المصري طبعًا في التتويج بهذا اللقب. أستاذ حمزة، أخيرا، هل ما يحدث في جنوب أفريقيا والإغلاق التام اللي بيحصل في جنوب أفريقيا بسبب جائحة كورونا قد يؤثر أو قد يتم اتخاذه كذريعة أو كقرار لنقل هذه المباراة، مثلا أن المغرب ممكن ما تدخلش جنوب أفريقيا أو ما تدخلش الناس اللي جاية من جنوب أفريقيا؟ أكيد، هو الوداد لما لعب مباراة كايزر شيف هناك في جنوب أفريقيا لما عاد إلى المغرب التزم بفترة خاصة بالحجر الصحي، نعم، في الفندق، لا مخالطة مع باقي الناس. فهذه الامور المؤكد هو انه الحكومه المغربيه صارمه جدا في هذا الموضوع، وكذلك ارتفاع عدد الاصابات في جنوب افريقيا قد كذلك يجعل الاتحاد المغربي اكثر سلامه، اكثر صرامه، لكن البروتوكول المعمول به في الوقت الحالي، فاكيد الاتحاد المغربي حال نظم النهائي هنا، فالجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ستتعامل بحذر كبير بدايه من المطار وصولا الى الفندق الى الملعب مع الوفد ومع تحاليل ومسحات خاصه بفيروس كورونا تكون بشكل مستمر كما جرت عاده البروتوكول الصحي الخاص بهذا الوباء، من اجل ان تمر المباراه في ظروف صحيه اولا جيده وكذلك رياضيه وتقنيه من مستوى عالي. أنا بشكرك جدا يا أستاذ حمزة على وجودك معنا وعلى كل هذه المعلومات، الأستاذ حمزة شتوي من ناقدنا الرياضي من المغرب الحقيقة، وبيتكلم عن أن هناك بعض المصادر بتقول أن الاتحاد الأفريقي أو لجنة المسابقات في الاتحاد الأفريقي ستحاول أن تنقل المباراة خارج المغرب، كل دي كلام، ولكن حتى هذه اللحظة المباراة يوم 17 إن شاء الله في الدار البيضاء أو في المغرب خلال يوم 17 ان شاء الله. احنا بنحاول بس نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل حوالينا في المغرب، ايه اللي بيحصل، لان زي ما حضراتكم عارفين هناك العديد من الاشخاص الهامه والنافذه في المغرب قريبه من او هي صاحبه قرار في الاتحاد الافريقي، وبالتالي لما الصحف المغربيه بتكتب حاجه بتلاقيها دايما هو ده الكلام اللي بيتقال خلال الفتره السابقه دايما، ولكن بنحاول نجيب لحضراتكم وجهات النظر المختلفه في هذا الامر، ولكن رسميا حتى الان المباراه النهائيه مباراه نهائي دوري الابطال الافريقي ان شاء الله يوم 17 في المغرب.